أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء لكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة دنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض في الأرض حيران له أصحاب يدعونه يدعونه إلى الهدى إتنا. قل إن هدى الله هو الهدى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة. و فاتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير